بسم الله الرحمن الرحيم. العظمة التانية من عظام الشولدر جيردل اسمها الكلافيكل. الكلافيكل ديت واحدة من اللونج بونز اللي كان وضعها غريب في جسم الإنسان. جرت العادة لما نيجي نتكلم على اللونج بون نقول إن اللونج بون دي بتبقى دايما قاعدة فيرتيكال، إنما العظمة دي لونج بون لكنها قاعدة هوريزونتال عند منطقة من الأبر ليمب، تقع عند اتصال النك بالثوراكس بالأبر ليمب. فدي العظمة التانية من عظام الشولدر جيردل، لونج بون لايز هوريزونتالي. كلونج بون فهنجد ان العظمة ديت لها تو اندز. الاند الاولى هي الميديال اند، الميديال اند اوف ذا كلافيكل. مواصفاتها انها مربعة كوادرانجولار ان شيب، وبتعمل لي ارتكوليشن في هذا الموقع مع المانوبرا مسترناي. مين المانوبرا مسترناي؟ ده الابر بارت من عظمة الاسترنم، احدى عظام الثوراسيك كيج. تعمل ارتكوليشن معاها علشان تكون الاسترنو كلافيكولار جوينت. ديت الميديال اند، يبقى اذا هذا الدايركشن هو الميديال سايد. الاند التانية اللي اسمها اللاترال اند، كانت من مواصفات اللاترال اند انها فلاتند، مبططه او مفلطعه، وبتعمل لي ارتكوليشن مع الاكروميون. مين الاكروميون بفكركم؟ ده احد البروسيسز اوف ذا كلافيكل اللي كان قاعد على اللاترال سايد اوف ذا اسكابولا، اللي كانت قاعد على اللاترال سايد. الكلافيكل بتعمل ارتكوليشن باللاترال اند بتاعتها مع الاكروميون اوف ذا اسكابولا علشان تكون الاكروميو كلافيكولار جوينت. ما بين الميديال اند واللاترال اند هذه السيجمنت اللي شكلها شكل حرف الاس اسمها الشافت. دي الشافت اوف ذا كلافيكل. الشافت اوف ذا كلافيكل بتكونكت ذا تو اندز مع بعض، قاعده هوريزونتال وشكلها شكل الحرف الاس. بتتقسم لقسمين اتنين، ميديال تو ثيرز، ميديال تو ثيرز اوف ذا شافت، يعني من هنا لحتى هذا الجزء ده اسمه الميديال تو ثيرز. هذا الميديال تو ثيرز كان كونفكس من ناحية الأمام، بينما اللاترال وان ثيرد كان كونفكس إلى الخلف. الشافت لها أربعة سيرفيسز. أبر سيرفيس تحت الجلد كان مواصفاته إنه سموث وسبكيوتينيوس. اللور سيرفيس هيبان من ورا الرسمة. اللور سيرفيس كان من مواصفاته رف. ليه كان رف؟ لأن كان في جروف اسمه سبكليفيوس جروف، كانت قاعدة في مصل جاية من الفيرست ريب وبتتعلق في الكلافيكل، تعمل فيها انسيرشن في هذا الموقع من اسفل اللي هو اسمه السبكليفياس جروف. احساس السبكليفياس جروف هو اللي بيدينا الرف امبريشن اللي موجود على اللور سيرفيس. ثم في لها انتيريور سيرفيس من الامام، وهذا السيرفيس بيدي ماسكولار اتاتشمنت لبعض من عضلات الابر لم. ثم من الخلف بوستيريور سيرفيس. اذا هذه هي المواصفات العامه لعظمه الكلافيكل. إذا جينا نشوف المنظر الطبيعي لنفس العظمة، أدي الميديال إند اللي بيسموها سترنال إند اللي ماسكة في المانوبرا مسترناي، وده اللاترال إند اللي بيسموها أكروميال إند لأنها ماسكة في الأكروميون. ده الأنتيريور سيرفيس، في بعض الكتب بيسموه أنتيريور بوردر لكنه عريض وبنعتبره سيرفيس، وده البوستيريور سيرفيس اللي هنا في الرسمة دي بيطلقوا عليه البوستيريور بوردر. ده كان الأبر سيرفيس، أما اللور سيرفيس من تحت أهو كان رف. رف ليه؟ علشان في هنا جروف بيسموه سبكليفياس جروف. عاوز اقول حاجه، ده كان السبكليفياس جروف ده كان موجود على الميديال تو ثيردز اللي هو كان كونفكس للامام. طب اللاترال وان ثيرد اللي هو كان كونفكس للخلف، بس هنا قلبنا العظمه ديت فهنجد فيها علامتين مهمين قوي. هنجد فيها بروز ولاين. البروز ده في صوره تيوبركل يسموه كونويد تيوبركل، واللاين في صوره لاين بيسموه ترابيزويد لاين. قيمتهم ايه الاتنين دول؟ ان ماسكه فيهم ليجامنت خطيره جدا، ماسكه الكلافيكل في الكوراكويد بروسيس اوف ذا سكابولا، وبتعلق الاسكابولا من وسائل تعليق الاسكابولا وتثبيتها. هذه الليجامنت اللي اسمها كوراكو كلافيكولار ليجامنت اللي ماسكه في الكلافيكل في الكونويد تيوبركل والترابيزويد لاين. دي كانت المواصفات العامه لعظمه الكلافيكل. اذا جينا ندخل بعد كده على عظمه منطقه الابر ارم اللي اسمها الهيومرس، فهنشوفها مره من الامام ومره اخرى من الخلف. في انتيريور فيو للهيومرس هنقول ان دي كانت لونج بون. لماذا تعتبر هذه العظمه لونج بون؟
لان لها upper end وشافت ولور end. يبقى العظمه اللي لها two ends and shaft يسموها long bone. يبقى هنا عندي upper end وشافت ولور end. تعالوا نتكلم عليهم part part. upper end of the humerus. الأبر إند أوف ذا هيومرس عليها فور ستراكشرز، تحمل إت كاريز فور ستراكشرز. من الستراكشرز ديت أول حاجة الهيد، دي الهيد، بعدها النك، والنك دي هي النك الطبيعية، والنك الطبيعية هي إني كونستريكشن ذات فولوز ذا هيد إز كولد نك، وعليها بروزين واحد كبير والآخر صغير. البروز الكبير كان اسمه جريتر تيبروزيتي، والبروز الصغير اسمه ليسر تيبروزيتي. اذا الابر اند اوف ذا هيومرس كاريز فور ستراكشرز، هيد اناتوميكال نيك جريتر تيبروزيتي وليسر تيبروزيتي. الهيد، مواصفات العامه للهيد اوف ذا هيومرس، اول حاجه انها كانت مور، انها كانت هيمسفيريكال ان شيب. هيمسفيريكال ان شيب ديت الهيد اوف ذا هيومرس، هيمسفيريكال ان شيب. تاني حاجه انها بتدل على الدايركشن اوف ذا ميديال سايد اوف ذا هيومرس، في هذا الاتجاه هو ميديال سايد. تالت حاجه عامله ارتكوليشن مع الجلينويد كافيتي اوف ذا سكابولا علشان تكون الشولدر جوينت. النك اللي بعد كده اسمها اناتوميكال نك. ما دام ذكرت اناتوميكال نك، في هيك ثانيه مش طبيعيه، الاناتوميكال اللي هي الطبيعيه اللي هي التشريحيه اللي هي اي كونستريكشن بعد هيد يسموه نك. ثم جريتر تيبروزيتي، هذا الجريتر تيبروزيتي كان لاند مارك لللاترال دايركشن، ثم ليسر تيبروزيتي وكان ده لاند مارك للانتيريور دايركشن. بين الجريتر تيبروزيتي والليسر تيبروزيتي هنجد في جروف، هذا الجروف هيسموه بايسبتال جروف، بيقولوا عليه انتر تيوبيركولار سالكس. هذا الجروف كان له لاترال ليب وميديال ليب وفلور. دي كانت الابر اند. طيب اللور اند، قبل ما ادخل في الكلام عن اللور اند هاشير لحاجه صغيره. بانتهاء الابر اند عند اتصالها مع الشافت هنجد فيه انذر كونستريكشن، يسموا هذا الكونستريكشن سيرجيكال نيك. طيب بعد كده اللور اند اوف ذا هيومرس هنلاقيها كارز تو بيج بوني بروجكشنز، اللي على الميديال سايد يعني اللي في ناحيه الهيد يسموه تروكليا، واللي على اللاترال سايد اللي ناحيه الجريتر تيوبروستي يسموه كابيتولام. يبقى التروكليا قاعده ميديال والكابيتولام قاعده لاترال. ليه سموا التروكليا تروكليا؟ لان شكلها تشبه البكره اللي كانوا بيلفوا عليها الخيط زمان عندنا في مصر في الستينات، كانوا يبيعوا الخيط ملفوف على بكرة يسموها تشبه الايه، تشبه الحلقة او الآلة اللي بتتلف عليها الخيوط الروافع يسموها البكرة. تروكليا ميديال الكابيتولام لاترال. فوق كل من التروكليا والكابيتولام هنجد حفرة مدورة، هنجد سيركولار شيب ديبريشن في صورة فصة. على الميديال سايد الفصة دي كان اسمها كورونويد فصة، وعلى اللاترال سايد الفصة دي كان اسمها ريديال فصة. على كل سايد من السايدز اوف ذا تروكليا اند كابيتولام هنجد بروز صغير يسموه ايبيكوندايل. ففوق التروكليا هنجد في بروز اسمه ميديال ايبيكوندايل، وتحت وفوق الكابيتولام هنجد بروز اخر يسموه لاترال ايبيكوندايل. هذه هي اللور اند اوف ذا هيومرس من الامام. ثم نيجي بعد كده للشافت. الشافت من الامام هنجد انها هنقسمها لنصين اتنين، upper half ولور half. مين اللي بيقسمهم؟ بروز على اللاترال سايد وجروف من الباك. الجروف من الباك مش شايفينه، انما احنا شايفين البروز اللي على اللاترال سايد. هذا البروز اللي على اللاترال سايد هيسموه ديلتويد تيوبروزيتي. هيقسم الشافت لنصين اتنين، upper half ولور half. الابر هاف في كروس سيكشن كان سيلندريكال ان شيب، واللور هاف في كروس سيكشن كان تريانجولار ان شيب. طيب تعالوا نشوف البوستيريور فيو. دي الشافت
of the humerus. اللور هاف كان بيميزه عدد اتنين بوردرز واضحين جدا. ادي مواصفات الابر اند، وادي مواصفات الشافت، وادي الدلتويد تبروزتي. وكان في جنب الدلتويد تبروزتي في هنا عندي جروف اسمه سبايرال جروف. هذا السبايرال جروف كان اتجاهه مايل، جاي من الميديال سايد من فوق رايح على اللاترال سايد تحت، وهو لاند مارك للبوستيريور اسبكت للباك اوف ذا شافت. نرجع مره تانية للشافت. الشافت عند اتصالها باللور اند هنجد التو بوردرز اللي هما اللاترال بوردر والميديال بوردر بيبرزهم ويوضحهم في صوره تو ريدجز. كل ريدج تقع فوق مين؟ واحده فوق التروكليا وواحده فوق الكابيتولم. دي التروكليا ودي الكابيتولم. فكل ريدج من دول هيسموها سوبرا كوندايلر ريدج على اللاترال سايد. فهنجد اللاترال بوردر جاي من فوق بينزل لتحت باسمه لاترال سوبرا كوندايلر ريدج، وعلى الميديال سايد هنجد الميديال بوردر ينزل ويبقى اسمه يبقى واضح اكتر من بوردر، يبقى اسمه ميديال سوبرا كوندايلر ريدج. اذا الشافت عندي، الشافت اللي قسمناه نصين، مين اللي قسمها نصين؟ وجود الدلتويد تبروستي على اللاترال سايد، وجود السبايرال جروف على الباك. السبايرال جروف اللي كان متجه فوق كان ميديال، وتحت كان نازل على لاترال. يبقى هو جاي من ميديال من فوق وجاي رايح على لاترال من تحت. هيقسموا الشافت نصين اتنين ابر هاف. كان مواصفات هذا الابر هاف انه كان سلندريكال، اما اللور هاف كان من مواصفاته انه هو ترينجولار. هنجد عليه ثلاثة بوردرز وثلاثة سيرفيسز. التولات بوردرز اللاترال بوردر والميديال بوردر اللي على الشافت اللي كانوا واضحين هيكونوا اشد وضوحا عند اتصالهم بمين؟ باللور اند. اللور اند احنا كان في عندي كابيتولام لاترال، لاترال يعني ناحيه الجريتر تيبروزتي، وكانت في عندي تروكلا ميديال، ميديال يعني ناحيه الهيد. كل من التروكليا والكابيتولام كانوا يعد في صوره كوندايل معوره ده الشكل، يبقى موديفايد كوندايل. علشان كده هنجد البوردر اللي هو اللاترال بوردر هيمسك في الكابيتولام، واللاترال ميديال بوردر هيمسك في التروكليا، ويتحول من بوردر الى ريدج يسموه سوبرا كوندايلر ريدج. والكوندايلر هنا ترمز لمين؟ ترمز للتروكليا او ترمز الى الكابيتولام. اللور اند من تحت، من تحت ومن الخلف كان في حفرة واحدة بس كبيرة. هتناظروا الحفرتين اللي في الأمام، الحفرتين اللي في الأمام اللي هما كانوا الكورونويد فوسة وريديال فوسة، هتناظرهم حفرة واحدة من الخلف. هذه الحفرة اسمها أوليكرينون فوسة، ديت بيقعد فيها الأوليكرينون بروسيس بتاع الألنا اللي هو كان الجزء من الأبر إند أوف ذا ألنا. ديت كانت الهومرس، ده منظر طبيعي لها، ده انتيريور فيو ده بوستيريور فيو. في الانتيريور فيو ادي الابر اند فيها هيد، فيها اناتوميكال نيك، جريتر تيبروزتي وليسر تيبروزتي، وبينهم الانتر تيبركولار سالكاس اللي هو البايسبتال جروف اللي له شفتين، ميديال ليب على الميديال سايد ناحيه الهيد، ولاترال ليب على اللاترال سايد يعني ناحيه الجريتر ايه؟ جريتر تيبروزتي. ثم اذا جينا نبص على اللور اند من تحت هنجد فيها كوندايل محوره في صوره تروكليا على الميديال سايد، وكوندايل محوره في صوره كابيتولام على اللاترال سايد. وفوق كل واحده منهم نجد حفره، الحفره اللي فوق التروكليا اسمها كورونويد فوسا، والحفره اللي فوق الريدياس اسمها اللي فوق الكابيتولام اسمها ريديال فوسا. وفوق كل كوندايل من دول يعني فوق التروكليا هنجد ميديال ايبي كوندايل، وفوق الكابيتولام هنجد لاترال ايبي كوندايل. دي الشافت. الشافت بتقسم لنصين، من اللي قسمها لنصين؟ على اللاترال سايد في دلتويد تيبروزتي، ده منين؟ من اللاترال سايد في الانتيريور فيو. لكن من الخلف هنجد في عندي جروف نازل اهوت، الجروف جاي من هنا اهو ونازل هنا اهوت من الخلف. هذا الجروف اسمه سبايرال جروف. سبايرال جروف ده اللي كان ماشي في السبايرال نيرف واتجاهه من الميديال وجاي رايح عندي على اللاترال. ديت كانت الشافت اوف ذا هيومرس. كده خلصت الاناتوميكال فيتشرز اوف ذا هيومرس.